كنظن بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر الجماهير الرجاويه اللي كتحفنا بالتشجيع ديالها، والسند الكبير ديالنا هو الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله رغم المقابلات اللي كنا كنخسروا كالجمهور معنا، اليوم اكدنا بان فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير والفريق الكبرى تمرض ولا تموت، والحمد لله فهذه النتيجه تعطينا حافز معنوي كبير ان شاء الله المقابله اللي هامه حتى هي ضد النهضه البركانيه، اللي كنتمنى ان شاء الله نحقوا فيها حتى الانتصار باش ديما نبقاو قريب على الاقل الصداره ان شاء الله.